لا دي انا والهام طبعا، اختي وحبيبتي وامي وصديقتي جدا على فكره. حاجه صحيه جدا ان الواحد يبقى عنده حاجه تانية جنب الفن. الله يبارك فيك، ميرسي جدا. ان شاء الله نبقى عند حسن ظنكم في الفيلم، وهي تجربه جديده، وسعيد جدا بكل عناصر العمل اللي موجوده، سواء الابطال ما شاء الله الحمد لله كاست كبير جدا وكاست مهم، وسعيد ان انا هبقى جزء منه. انا عامل شخصيه صفوت هي شخصيه محوريه شويه في الفيلم، هو همزه الوصل ما بين الشخصيتين اللي في بينهم الصراع في الفيلم. يعني زي ما بتقولي في مجموعه كبيره جدا، ابطال كبار، ممثلين عظام، الواحد يتشرف ان هو يكون واقف وسطيهم. لا اعتقد الناس بقى عندها الوعي الكافي ان هم فاهمين ان ده مش امير، هم في الاخر ده مصطفى، ده شخصيه امير بيقدمها. يعني طبعا الناس كلها وليه وازاي تعمل كده في سوسو، لان الناس كانت بتحب سوسو جدا ومتعاطفين معاها جدا وشايفين ان مصطفى ده هو اللي شرير. لكن هي دي كانت يعني احدى قضايا المسلسل، ان احنا بنتكلم ان 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 بنشوف من وجهه نظر مش بس المريض هو بيعاني قد ايه، ولكن اللي حواليه كمان بتبقى معاناتهم ايه، واللي حواليه بيبقى فيه ناس، في اللي هيستغل مرض الشخص ده، في اللي هيتعاطف معاه، في اللي هيدافع عنه، وفي اللي هيبقى متعاطف. فاحنا غطينا كل الجوانب دي، ان احنا مش بس بنشوف المريض، احنا بنشوف كمان اللي حواليه هيتعاملوا ازاي، وده موجود في الحياه، في اللي هيحاول يستغل وفي اللي هيبقى متعاطف جدا. ده حقيقي طبعا، يعني بالنسبه لي هي بابا يعني كانت. لكن لا بالعكس، لا دي انا والهام طبعا، اختي وحبيبتي وامي وصديقتي جدا على فكره. انا والهام في لغه حوار بينا كبيره جدا، وبنعرف انا وهي نتفاهم، هو مواقف كتير بقى من الواحد وهو صغير وكده، ده عادي يعني. الواحد لو كان مثلا عنده ملحق ولا حاجه في المدرسه وهو صغير، ما يقول لماما ما اقولهاش احسن يعني. جدا 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 هي الحقيقه حازمه شويه، ما فيش حد بيقول تصريح والناس كلها بتجتمع عليه، كل واحد بيشوف من وجهة نظره او من ثقافته او من 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 بيته هو شايف ايه. كل واحد بياخد الموضوع وبيحلله من وجهة نظره، كل واحد ليه اراءه، والمفروض الاراء كلها تحترم. بس كتير بحاول ان انا اقولها كده، ولكن انا بشوف ان هي صح، هي عندها اراء ووجهة نظر، ودايما بتقف ورا قضيتها او ورا كلمتها. يعني مريم قلبت حياتي، قلبت الدنيا طبعا. انا عندي مراد ومريم، مش مريم بس، فالحقيقه الاثنين لا غيروا في حياتي كتير جدا، ويعني دلوقتي حياتي احسن كتير جدا بيهم، يعني هم بونبونايه الحياه حاليا. يعني بصي، هو طول عمرنا طبعا الناس بتعتمد على الفن بس، ولكن اعتقد مؤخرا محدش بقى بيعمل كده، لان حصل لنا مواقف قبل كده وشفناها، ان حصل ان جه عندنا جائحه كورونا، الناس كلها قعدت في البيت غصب عنا مش بمزاجنا. فدايما اعتقد دلوقتي ان لازم الواحد يبقى عنده حاجه اون ذا سايد، حاجه على جنب، لاي ظرف كان من الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي، اللي ممكن يحصل اي حاجه في الدنيا، الدنيا تقف، لازم يبقى في دخل علشان البيت والولاد وكل الكلام ده. طبعا يعني حاجه صحيه، بالعكس حاجه صحيه جدا ان الواحد يبقى عنده حاجه تانية جنب الفن. انا عندي شركه سوشيال ميديا، عندي شركه ماركتنج وسوشيال ميديا، شركه سي كونكت، ويعني انا افتحها من 2017، فبس هي حاجه في نفس المجال بتاعي يعني. فعشان كده يا مسهل ادعوا لي ان شاء الله يبقى في حاجه في رمضان ان شاء الله.